العابدة الصالحة الداعية الشهيرة زينب الغزالي لها كتاب شهير اسمه أيام من حياتي. تقول هذه المرأة الصالحة عندما كانت في السجن أدخل عليها الكلاب البوليسية، فلما رأت الكلاب البوليسية وهو في العشرينات من عمرها، وتروي هذا في كتابها، فتقول لما رأيت الكلاب البوليسية معلمة مدربة، يا جماعة كلمة كلاب بوليسية المدربة المعلمة حجمها أكرمكم الله مثل حجم الإنسان، ومدربة بمعنى لو كان هناك 40 متر وفي 40 واحد واقف وتطلق هذا الكلب أكرمكم الله على شخص معين وفيه ريحة تعطيها لهذا الكلب، في 40 واحد واقف يهتدي الكلب إليه مباشرة دون أن يمر على واحد منهم. هذه هي الكلاب البوليسية. أدخلوا عليها 3 كلاب، بمجرد أن رأتهم خرت ساجدة بين يدي الله سبحانه وتعالى. الأصل في هذه الكلاب أنها تنهش مباشرة بلا استئذان، وأطالت السجود بين يدي الله، أطال السجود مع الساجدين. فما إن فرغت من صلاتها وإلا والكلاب البوليسية على الأرض، وأكرمكم الله بلسانها تمسح الحذاء من الـ من الـ من الـ يعني الذلة والقرب منها. فلما رأى أحد الظلمة هذا الموقف سأل إيش اللي صار؟ قال والله هذه الكلاب البوليسية ما سوت شيء. فأدخلوا عليها 3 رجال لا يلبسون من ملابسهم شيء، ومن أقسى الناس وأشدهم جبروتا. قالت فلما رأيتهم سجدت بين يدي الله سبحانه وتعالى. جبهة مع الله لا تنكسر، ولا يمكن لبشر أن يقوى. قال فلما قرب الأول مني مددت يدي فضربته فسقط في الأرض. مر الثاني علي مدربون معلمون كاراتيه وجود وقوة، اقترب الثاني قوة من الله وملائكة تحيط بها. فلما ذهبوا سألوهم ماذا صنعت؟ قال هذه معها جن، لأن هذه اللغة لا يفهمونها، وروت هذا في كتابها. وأعرف أحد الأصدقاء روى لي قصة عندما دخل البعثيين إلى الكويت. يقول هذا الشاب دخلت إلى البيت وكان أهلي غير موجودين، جاء مجموعة من الضباط والجلاوزة قالوا افتح لنا الباب. قال والله يا جماعة ما عندي المفتاح. قال لا تفتح لنا الباب. قال والله ما عندي المفتاح، انتظروا أهلي يجوا ندخلكم البيت. قال فأخذوني بالقوة ورفعوني الدور الأعلى حتى أفتح الباب. قالوا تفتح الباب ولا لا؟ قال والله يا جماعة ما عندي المفتاح. فأخذوه ورموا به في الدرج حتى يعني أوذي إيذاء شديد، ورفعوه مرة ثانية وعلى هذا الحال يقول والله يا جماعة ما عندي المفتاح. قالوا لا معاك ولازم تفتح. محاولتين 3 محاولات يضربوا إلى أن نزلوا في يعني باحة البيت الفيلا، ينتظر هو أهله. فجمع الجلاوزة نصف دائرة، وهو يروي لي والله هذه القصة، يقول نصف دائرة، وجاء أحد الضباط مسك الرشاش قال تفتح البيت ولا ما تفتحه؟ قال قلت لكم ما عندي المفتاح وانتظروا أهلي لين ما يجوا وخذ المفتاح واسرقوا اللي تبغوا تسرقوه. قال أنت ما تريد تفتح. فحينئذ ماذا صنع؟ اقترب رئيس الضباط قال آخر محاولة ومعه رشاشه، قال إذا ما فتحت الباب الآن سنغلق عليك، كلهم ماسكين رشاشات نصف دائرة. يقول لي هذا الشاب من أهل الكويت والله أخذت استجمعت يدي هذه وضربت بها على هذا الضابط حتى سقط على الأرض. وقال له اسمع لا أنت ولا أمثالك حتسوي شيء. أنا أقول أنت يعني إيش اللي سويت؟ أي قدرة وأي طاقة وأي تفكير أتى إليه؟ قال والله ما أعرف، اقترب مني هذا الرجل وأخذ يهددني فقط مباشرة ضربته سقط في الأرض. والله الذي لا إله إلا هو العراقي يقول له هذا البعثي، مسك من رأسي هنا وشده وقال له خوش رجال ما تستاهل تقتل، أنت رجال ونص، وتركه ومضى. هذه هي القوة، القوة بالله، الاستعانة بالله. كل الماديات في الحياة اجتمعت لكن ما استطعت أن تصنع شيء، كل القوة البشرية اجتمعت ما استطعت أن تصنع شيء،
لماذا نلعب مع الله؟ إنك لن تسجد لله سجدة. بعدين القضية ليست فقط في الراحة والطمأنينة والعبودية لله، لا، القضية بعد المتعة أنك ترفع بها درجة، يعني تكافأ عليها. الإنسان ما يحتاج يعني نقول والله يا رب أنا أحتاج المكافأة، لكن لا، يكرمك الله بعد السجود المكافأة.